السلام عليكم. اليوم نروح نشوفوا جزء من الأشغال تاع التوسعة تاع مترو الجزائر العاصمة باتجاه بلدية براقي. وهنا رانا في محطة الحديقة أو محطة اللي تقع في توسعة تاع هذا المترو ما بين عين نعجة وبلدية براقي. وهنا رانا في الورشة نتاع المحطة اللي تقع في وسط طبيعي وسط الطبيعة. ونشوف الخط الهوائي نتاع مترو الجزائر. إذن اللي وصلت لعين الأشغال تقرب يعني تاع الهندسة المدنية تقرب انتهت كلها، ما بقت إلا وضع التجهيزات وكذلك وضع النظام نتاع تسيير الخطوط نتاع المترو. إذن هنا رانا في الورشة نتاع المحطة نتاع المترو، ونشوف يعني الحجم الهائل نتاع الخط هذايا ونتاع الأعمدة. أنا شوف دوك نجي محطة نشوف الستاسيون برك راهو لا ستاسيون. إذن هنا رانا في المحطة، رانا نشوفو في الأشغال. إذن نخلوكم تتابعون ما تبقى من الفيديو، والسلام عليكم.